خليني أبدأ معاكم بملخص الألم الأول. ملخص الألم الأول لخصناه في دقيقتين أو دقيقة ونصف زي ما انتوا هتسمعوه من خلال هذا التقرير دلوقتي فورا. ملخص الألم الأول: كرة بلدنا ترسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تطلب الاستفسار عن موقف الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم في حال ما كان هناك شكوى من قبل مرتضى منصور كما ادعى أنه سيذهب إلى الاتحاد الدولي الفيفا بشأن إعادة النظر في لقب نادي القرن الإفريقي، معترضا على منح هذا اللقب بعد 20 سنة للنادي الأهلي. وكان الرد مزلزل أن الاتحاد الدولي الفيفا ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الملف، وأنه شأن داخلي خاص بالكاف، وأنه ليس هناك لا لوائح ولا قوانين لدى الاتحاد الدولي من شأنها تنظم مثل هكذا نزاعات، وأنه أمر يخص كل اتحاد قاري وشأنه، لأن الموضوع شرفي ولا يكبر عن كونه موضوع شرفي تستطيع أن تستفيد منه من الناحية التسويقية دون منحك أي جوائز أو حوافز عندما تحصل على هذا اللقب. نشوف في دقيقة ونص ملخص 3 ساعات امبارح كنا فيهم مع بعضنا، نشوف ونسمع. لم ينتظر الإعلامي عبد الناصر زيدان كثيرا بعد أن أعلن رئيس نادي الزمالك تشكيل لجنة واللجوء للفيفا بشأن أحقية نادي الزمالك بلقب نادي القرن في أفريقيا وفقا لرؤية وادعاء رئيس نادي الزمالك، حيث قام الإعلامي عبد الناصر زيدان بالرجوع للفيفا وتوجيه سؤال مباشر لهم، وهو السؤال الذي يدور في أذهان الملايين من عشاق الكرة المصرية، وهو: هل يختص الفيفا بهذا النزاع؟ وهل هو مسؤولا عن ادعاء نادي الزمالك بأحقيته في لقب نادي القرن في أفريقيا، وهو اللقب الذي تم منحه للأهلي رسميا عام 2001، أم هذا الشأن يختص به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف؟ حيث جاء الرد واضحا من الفيفا بأن بكل تأكيد هذا أمر يختص به الكاف فقط، وهو الأمر الذي يؤكد بأن هذا اللقب الشرفي تم منحه للأهلي بناء على نظام النقاط الذي كان قد تم وضعه عام 1994، وبناء عليه فاز الأهلي بهذا اللقب، وهو اللقب الذي يعتبر مسؤولا عنه كل اتحادا قاريا وليس للفيفا دخلا فيه، مثلما فاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في أوروبا في الوقت الذي لم تعلن فيه بعض الاتحادات القارية عن منح هذا اللقب لأي نادي داخل قارتها. ده كان ملخص 3 ساعات عشناهم معاكم بالأمس. ردود أفعالهم كانت مشرفة، كل المواقع المصرية والمواقع العربية والناس المحترمة التي تقدر قيمة الاجتهاد وقيمة العمل المهني نسبت لنا هذا الموضوع، وفيهم من اتصل ووجه لنا شكر. في جميع الأحوال لا شكر على واجب، فنحن نحترم نادي الزمالك ومن حقه أن يذهب إلى أعلى وأكبر وآخر نقطة للمطالبة بحقوقه، ولكن بشكل مهذب ومحترم ومن خلال القنوات الشرعية، في حين أن من حق الأهلوية أن يحافظوا على حقوقهم وما يحصلون عليه من ألقاب دون التشكيك فيها بشرف واحترام ونزاهة وعدم الخوض فيها أيا كان المتحدث ومن هو المتحدث ومن وراءه. يظل الأهلي نادي القرن شرف للأهلوية ولكل الشعب المصري، ومن حق غيره أن يطالب بما يراه مغايرا لذلك، ولكن بالأدب ومن غير لسان طويل ومن خلال القنوات الشرعية. وقلنا وكنا أول ناس اتكلمنا إن في الوقت اللي بنتكلم فيه عن حق النادي الأهلي بنقول وبصوت عالي، ولأننا أصحاب حق، الزمالك أكبر من هذه المسرحية الهزلية، وكيان الزمالك أكبر من أن يسمى نادي اليافطة الوهمية،
ويسخر له سيناريو هابط ينال من اسم الزمالك ومن قيمة جماهير الزمالك في كل مكان. فالكل خاسر، لا الكرة المصرية كسبانة من مثل هكذا مهاترات، لأن الكل كان بيضحك علينا وبيقول مجانين اليافطة، ولا الزمالك يستحق أن يلصق به مثل هكذا أعمال رخيصة ومهينة تضر باسم الزمالك الكبير وتهين جماهيره ولا تعود عليهم بالنفع من قريب أو من بعيد. ونادينا الزملكاوية بأن يحكموا دائما صوت العقل وأن لا يصدقوا أحد، ليس دوننا ولا غيري، وإنما دائما يبحثون عن الشيء المنطقي والمعقول. إذا كان لديك حق يا صديقي فعليك أن تذهب إلى المحاكم الشرعية وإلى القنوات الشرعية دون ضجيج، وتبعد عن الإعلام، لأن كلامك في الإعلام يضر ولا ينفع، يفرق ولا يجمع. كلامك في الإعلام يدعو إلى الكراهية، يدعو إلى التعصب، يدعو إلى العنصرية، ولكن الحملة كانت موجهة ومحسوبة بدقة كبيرة ومسخر لها أقلام وأفواه كتبت كذبا ونطقت زورا، وكل واحد اتكلم في هذا الملف لن يرحمه التاريخ، وسيكون يوما ما في مزبلة التاريخ، لأنه أضر بالزمالك العظيم قبل أن يضر بسمعة الأهلي أو سمعة الكرة المصرية. نؤكد أن الكل لابد أن يكون على قدر من المسؤولية، احتراما للدولة المصرية واحتراما للكيانات الرياضية الموجودة كاتحاد كرة ومنتخب هو الأعرق والأفضل قاريا، كنادي أهلي هو الأفضل والأعرق قاريا وعربيا وعالميا، كنادي زمالك هو الأفضل قاريا وعربيا وعالميا من حيث الأسماء ومن حيث التاريخ ومن حيث الإنجازات ومن حيث البطولات. لابد أن نحترم أنفسنا بشكل يجعل الآخرين يحترمونا بشكل كويس جدا، حتى لا نقع في خبر كان ونتحول إلى أضحوكة هذا الزمان. بالفعل من فعل ذلك تحولوا إلى أضحوكة، ولكن اليوم 27/5/2020 وبعد ألم الفيفا اللي كان يوم 26/5/2020، الألم الأول علم قبل ما يفوق صاحب اليافطة من الألم الأول، خد الألم الثاني سخن على طول مولع. الاتحاد الإفريقي الكاف يكذب كل المزورين وكل المرتجفين ويتدخل بشكل قوي، حتى وإن كان قد أرسل خطابا مهذبا ومحترما باحترامه لكيان نادي الزمالك، إلا أن المضمون كان مؤثرا جدا ومهين لمن تسبب في الزج باسم نادي الزمالك في آتون مثل هذه السقطة التي سيحاسب عليها بالمشاريب دون رحمة. الساعة 2 الظهر أو بعد الثانية ظهرا انتشر خطاب الكاف كالنار في الهشيم، ولكن قبل خطاب الكاف كان هناك قصة كبيرة معنا بشأن هذا الخطاب وانفراد مهم جدا جدا جدا. وحبيت ان انا ما اتكلمش فيه امبارح، لاني قلت كفاية ضربة الكاف امبارح، كفاية ضربة الفيفا، خلي الكاف للنهاردة. بالفعل احنا كنا ارسلنا للكاف اكثر من مرة عبر المركز الاعلامي والايميل المخصص للتساؤلات، نسأل هل الاتحاد الافريقي سيتدخل في هذا الامر ام سيكتفي بان يكون في موقف المتفرج. وحتى 11 صباح اليوم لم تأتي الينا ردود على الاسئلة التي وجهناها للاتحاد الافريقي الكاف، فقمنا بالاتصال شفهيا ببعض المسؤولين الإعلاميين في الاتحاد الإفريقي الكاف، فأخبرونا أن هناك رد من خلال خطاب رسمي خرج الآن ووصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى وصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يوصله بدوره، لأن الاتحاد الإفريقي يخاطب الاتحاد المصري ولا يخاطب أندية، لكي يرفعه بدوره إلى نادي الزمالك. ملخصه
شيل لوجو الاتحاد الافريقي فورا، مع احترام من يخاطب بشكل مهذب، ولكن وعيد مباشر في نقاط الخطاب إذا لم يستجيب فورا للتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكي يشيل اليافطة وينزل من عليها لوجو الاتحاد الإفريقي. وأهم نقطة من النقاط الثلاثة الموجعة التي جاءت في خطاب الكاف ننفرد بها معكم ولم يتحدث عنها أحد، وهي تأكيد الاتحاد الإفريقي الكاف أنه يحتفظ، بالرغم من أن الزمالك عايشين اللوجو، إلا أن الكاف يحتفظ بالحقوق الأدبية والقانونية التي سيرجع من خلالها لأخذ حقه حتى لا يتكرر مثل ذلك في المستقبل. وهذا يعني أن الموضوع ما زال مفتوحا، وأن هناك ربما قرارات أخرى في المستقبل ما بين غرامات أو تعويضات. هذه الأمور ستتضح خلال الأيام القادمة. لمزيد من التفاصيل ومعكم لحظة بلحظة بالموضوعات، أولا بأول، خد يا محمد لحظة بلحظة في الموضوعات أول بأول، آدي أهو الميل اللي احنا بعتناه للاتحاد الإفريقي، أهو أديكم حضرتكم شايفينه، عاملينه لحضراتكم وموجود على صفحاتنا كلها، صفحة كرة بلدنا وصفحة عبد الناصر زيدان وكمان صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان، وهنبعته لكل الصفحات على عندك أهو بالإنجليش والترجمة الحرفية بتاعته كما سيذكرها لنا الأستاذ أحمد السيد. السؤال كان واضح وبعتناه مرارا وتكرارا، وكنا الجهة الوحيدة التي خاطبت الكاف كما أننا الجهة الوحيدة التي خاطبت الفيفا. الفيفا رد علينا، الكاف رد على الكل وقال إن احنا بعتنا جواب تفسيري لكل هذه الأمور. الأسئلة اللي احنا بعتناها للكاف كانت مختصرة ومهمة للغاية، ملخصها هل سيكون للكاف رد فعل رسمي بعد ما حدث من رئيس نادي الزمالك ووضعه لافتة فوق النادي يدعي فيها بأنه نادي القرن في أفريقيا، وهو اللقب الذي تسلمه النادي الأهلي عام 2001، وما هو رأي الكاف من الناحية القانونية فيما يحدث، وهل من الممكن إعادة فتح هذا الموضوع من جديد من قبل الاتحاد الإفريقي، وماذا عن استخدام شعار الكاف دون الرجوع للكاف نفسه، وما هو رد فعل الكاف على الإساءة لبعض مسؤولي الكاف السابقين والحاليين والتشكيك في نزاهتهم بأنهم منحوا هذا اللقب الشرفي للأهلي بالمحسوبية والمجاملات. دي الأسئلة اللي بعتناها نيابة عن حضراتكم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الاتحاد الإفريقي أهو حضراتكم، أدي الميل أهو، أدي أهو الميل بالإنجليش والترجمة بتاعته، الميل بالإنجليش والترجمة بتاعته أهو زي ما أنتوا عارفين. تواصلنا شفهيا بقى النهاردة مع بعض المسؤولين، مش عايز أقول أسماء حفاظا على سرية اتصالاتنا، قالوا لنا ان في شق من الخطاب بتاعكم او الميل اللي انتوا ارسلتوه الاسئلة يعتبر اجبنا عليها من خلال الخطاب الذي ارسلناه للاتحاد المصري لكرة القدم لكي يبلغ الزمالك بضرورة رفع الشعار، وقلنا له العقوبات التي هتنتظره في حالة عدم رفع الشعار فورا فورا، مش خلال 48 ساعة كما اشيع، الفورا مع احتفاظ الاتحاد الافريقي بحقوقه كاملة الادبية والقانونية. اما باقي الاسئلة فقالوا انتظر خلال ساعات سنرسل لكم اجابات على هذه الاسئلة، فنحن ننتظر باقي الاجابات بشكل كويس جدا 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 جدا.